قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 19 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 40 آخرين في قصف لمقاتلات حربية مجهولة الهوية على مقر لتنظيم الدولة الإسلامية بمدينة البوكمال في ريف دير الزور قرب الحدود العراقية. وأفاد نشطاء ميدانيون أن غارتين استهدفتا محيط مدرسة تشرين ومستودعا للذخيرة داخلها، ما أسفر عن انفجار ضخم خلف العديد من القتلى والجرحى. وأضافت المصادر أنه تم إسعاف الجرحى إلى النقاط الطبية في المناطق المجاورة، إضافة لوجود جثث متفحمة تعذر التعرف عليها، كلما لم يتسنى التأكد من أعداد قتلى تنظيم الدولة الإسلامية. معنا من دير الزور الناشط الإعلامي عمار هويدي. عمار، هل لديك معلومات عن هوية الطائرات التي استهدفت مقر تنظيم الدولة في مدينة البوكمال، وأيضا عن أي أعداد لقتلى التنظيم؟ نعم، مساء الخير لكم ولكل المشاهدين. طبعا هوية هذه الطائرات تبين انها طائرات روسيه بسبب الارتفاع الذي حلقت به الطائرات ونوع صوت هذه الطائرات التي ميزه الاهالي، وهو يختلف عن صوت طيران التحالف وصوت طيران النظام الذي يحلق منخفضا بالعاده. أما إذا أرد الحديث عن الإحصائيات وعن طريقة الاستهداف، استهدف هذا الطيران الروسي ظهيرة اليوم مدرسة تشرين كما ذكرتم وسط مدينة البوكمال، حيث تعد المدرسة مقرا رئيسيا من مقرات تنظيم داعش، ويحوي قبو البناء على مستودع ذخيرة ضخم. أدت الغارة الأولى لانفجار كبير جدا في المنطقة، وما انهرع الأهالي لمكان القصف حتى قصفت المنطقة مجددا بصواريخ من الطيران الحربي. أيضا يذكر أن المدرسة تقع وسط منطقة مكتظة بالسكان ويحيط بها العديد من الأكشاك والمحال التجارية الشعبية، ويرجح وصول الضحايا للعشرات حسب التوثيقات. إنما وثقنا لغاية هذه اللحظة 20 اسما موثقين بالاسم الثلاثي، بالإضافة إلى هناك أشلاء وجثث متفحمة لم يستطع الأهالي التعرف عليها لغاية هذه اللحظة. أيضا أعداد قتلى تنظيم داعش لم يفصح التنظيم عنها، وقبل قليل أغلق تنظيم داعش مقاهي الإنترنت وفرض نوع من حظر التجول ربما لعدم تسريب أي معلومات عن قتلى داعش. شكرا جزيلا الناشط الإعلامي عمار هويدي، كنت معنا من دير الزور.